متوقع ايه بقى الفتره اللي جايه بالنسبه لفريق كره السله للنادي الاهلي؟ الكل يضع في انه حتى الكابتن محمود النهارده هو بيتكلم قال ان هو ان اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره القادمه هو متخيل ان كل البطولات القادمه هياخدها النادي الاهلي. هل ده ممكن يعني؟ Of course, we are, بالتأكيد we are in a very demanding نحن نادي لديه متطلبات كثيرة وهو هدفنا هدفنا النهائي، ولكن لدينا يجب أن نؤمن أن هذه مراحل ومراحل طويلة. هناك استعدادات وعمل يومي، وأنا أحب أن أقول إلى فريقي دائما أن هدفنا في الموسم هو أن نكون أفضل في كل يوم وأن نتحسن في كل يوم. قد لا تستطيع أن تحرز تقدم، ولكن هدفنا ليس أن نكون فريق لديه إخفاقات وانتصارات، ولكن علينا أن نتقدم، وربما في نهاية البطولة نحن نحارب من أجل هذه البطولات. وعلينا أن نفهم أيضا أن التاريخ يظهر أن الفريق أي فريق يمكن أن يفوز بأي بطولة، ولكن هدفنا كفريق وكلاعبين أن نحارب من أجل كل بطولة، بما أننا مقبلون على بطولة جديدة وعدة بطولات أخرى في الموسم.